نظمت جمعية دار الكتاب المقدس مهرجاناً جاء بعنوان مهرجان وتد، إذ يعد أكبر تجمع عائلي مسيحي والأول من نوعه في الأردن. حضره رؤساء وممثلو الكنائس الرسولية وجمع من الكهنة والشمامسة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وفرق كشفية وشبيبات متعددة والآلاف من العائلات المسيحية من مختلف مناطق المملكة. وافتتح المهرجان الذي أقيم على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية بصلاة تلاها رؤساء الكنائس وممثلوها معلنين فيها انطلاق فعاليات المهرجان. يا من صليت كي يكون تلاميذك واحداً، ويا من قلت سأراكم عن قريب فتفرح قلوبكم، ها قد جئنا إليك اليوم عائلة واحدة. أنت الذي نصبت خيمتك كنيستك بيننا، وعليت أوتاد خيمتك في أرضنا، طالبين منك أن تبارك هذا المهرجان. وفي كلمة ترحيبية ألقاها مدير جمعية دار الكتاب المقدس منذر النعمات قال فيها: حضورنا في هذا اليوم في مهرجان وتد هو تعبير عن طمأنينتنا، لأن لدينا قيادة حكيمة واعية قادت الأردن في أحلك الظروف، ولم تقوى عليها نيران الحروب الطائفية من حولنا في الليالي السوداء، بل وحدتنا. فنحن نقف على أرضية صلبة في وطن نتشارك فيه حباً ودفاعاً عنه، مسلمين ومسيحيين شركاء في بناء الوطن والأمة. تقوم على حب الله وحب الجار. تشهد الآثار المسيحية الممتدة في أرجاء الأردن على الوجود المسيحي الراسخ وحياة الإيمان والتقوى منذ القرون الأولى للمسيحية، ويظهر الكتاب المقدس حياً في العديد من الأماكن التي زارها السيد المسيح وأجرى فيها المعجزات. ومن أبرز فعاليات وتد لقاء روحي للأب مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية في القاهرة، والقس سامح موريس من الكنيسة الإنجيلية، بالإضافة لمشاركة عدة فرق ومرنمين بالمهرجان وتقديمهم لمجموعة من الترانيم الروحية. هي جديدة في كل صباح، كثيرة هي أمانتك، مراحم ربنا علينا بكل صباح، عشان هيك بستحق نحكي له يا رب بمراحمك أغني، لأنك يا رب لك ذراع القدرة، من مثلك يا رب. رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين، عز صغير القلوب ومناء الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها، أعطى يا رب رحمة، أعطى يا راحة، أعطى يا برود، أعطى يا نعمة، أعطى يا معونة، أعطى يا خلاصاً، أعطى يا غفران خطاياها وآثامها. ونحن أيضاً أمراض نفوسنا اشفيها. في ترنيمة جميلة نقدر نصليها كلها كلنا مع بعض، تقول له محتاج لمسة روحك تغير، محتاج دمك يطهرني، أنا جايب ضعفي، أنا جايب خطيتي، أنا جايب مرضي، أنا جايب ألامي، وبعدها هتصلي لأجل المرض. بس الآن مرضك الروحي من مرضك الجسدي، خلاص نفسك أهم من خلاص جسدك. تسبيحة بكل الأرض، نشتكي على ويغاتي
وفي ذات السياق وعلى هامش المهرجان التقى قدس الأب مكاري يونان بجموع من المؤمنين في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس بحضور المطران مرساويروس ملكي مراد والأب عمانوئيل البنا وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخيرية. كما أجرت فضائية نورسات مكتب الأردن مقابلة خاصة مع الأب مكاري يونان ستبث عبر شاشتها لاحقاً. كل ده هتسيبه وتمشي، هنسافر فردين إيدينا، لكن موجود في الدنيا عشان تنور. قال المسيح له كل المجد، أنا هو نور العالم، وقال أنتم نور العالم، نور لغاية ما آجي. وفي كنيسة السيدة العذراء والقديس مارجرجس للأقباط الأرثوذكس ترأس قدسه القداس الإلهي بمعاونة الأب أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة والأب شنودة حكيم وعدد من الشمامسة وحضور جموع من أبناء الرعية.